السلام عليكم اخواني الفلاحه، اهلا وسهلا بكم. احنا متواجدين دابا في طواحي مدينه مكناس بعد ما درنا واحد زياره تفقد ديال هاد الضيعه هادي ديال الشاديه والخوخ اللي جينا اليوم اللي هو يوم الاربعاء 9 مارس 2022. الساعه تشير الى 1:30 بعد الزوال. شادو هاد الضيعة دي تبارك الله اللي هي ضيعة نموذجية فيما يخص أشجار ديال الخوخ وديال الشهدية اللي هي تبارك الله بلا فلوريزون اللي كنا كنديروا التتبع من على عن بعد. هنايا بارك الله بعد ما جينا اليوم أنا والسي سعيد ينوس اللي هو كيشرف على التقليم ديال هاد الضيعة هادي لمدة سنتين. هانتوما كما كتشوفوا بارك الله الإزهار تبارك الله 100%. بعد ما جينا كندير واحد المراقبه على حشره تريبس ولكن الحمد لله ما كاينش اعراض ديالها. شاهدوا حنا على جبنا لا لوب وجبنا كلشي باش نشوفوا هاد حشره تريبس اللي هي كتكون في هاد الازهار هذا، بالخصوص في الشهديه والخوخ وبالخصوص الشهديه. شاهدوا تبارك الله هاد الضيعه دي كنا كنشرفوا عليها من السنه 2020 فاش دارت لا بلونطاسيون ديالها في فيفريي 2020 وعطات لا برودكسيون في 2021 بارك الله. ها هي وها حنا الحمد لله كما كتشاهدوا تبارك الله الله دابا طالعه تقريبا دابا في دوزون سنتين فاش غادي يطلع. وهذا المصدر ديال الاشجار هادو من مدينه ازرو، وانا دائما بصفتي انا كهرباء محاتي قلي سابق مصلحه حمايه النباتات اللي كنديروا المراقبه لهاد الضيعه هادي مجاط. هانتوما كما كتشاهدوا حتى هاد الصوف هذا اللي درناهم على ديك الحشره اللي كتسمى لا سيتوان اللي كتجي في لومود لا فلوريزون اللي كتاكل لنا فلوغ. هادو سوسون دي زاتراكتيف ديالها اللي كيشدوها. هادو بارك الله لا برو، ولكن لا فلوريزون ماشي هوموجين بين هو نظرا للبروده ونظرا ل هانتوما كما كتشاهدوا هاد العدوة هادي اللي كتاكل النورة ها هي أمامكم. ها هي هادي اللي كتصور لا سيتوان، وها الأخرى فين كتخبعها، ها هي فين كتاكلها، فين كدير لي ديكا ديالها. شاهدوها هاد الحشرة هادي درنا لهاد اللوات هذا باش نحاولوا نقصوا من لي زاتاك ديالها، لأن هو كتبغي هي النوارة. هانتوما شاهدوا بارك الله لا بارسيل هادي تبارك الله ديال الشهدية تبارك الله والخوخ اللي الأصل ديالو مدينة عزرو واللي تبلونطاو في فيفريي 2020، وهي بارك الله كتعطي الإنتاج ولله الحمد نظرا للتتبع ديالنا من البعد على البعد. واخا حنا في عزرو ولكن كنعطيوه التعليمات كيفاش يخدم، وعاود برا كنديرو زيارة لعندو باش كيمكننا نشوفوها. هي دابا بدات تبارك الله كتخرج الاوراق ديالها. هانتوما كما كتشوفوا حتى لا فلوريزون ماشي هوموجين، وها العدوى كيفاش كتاكلها كيفاش كتخسر لا فلور. شاهدوا هاد الحشره هادي اللي كنسميوها لا سيتوان، ولكن حيت ما كاينش دواء اللي كيدار في هاد لوموند فلوريزون نظرا للنحال ولا نظرا للحشرات النافعه، كنحاولوا كندوزوا هاد الفتره هادي بهاد لي زاتراكتيف اللي كيكابتوروها، اما كنديروا الكيسان فيهم الماء اما كنديروا هاد اللوات هاد. هاد الضيعه هادي كنشرفوا عليها فيما يخص الصيانه ديالها وفيما يخص المراقبه ضد الافات الزراعيه، وكيشرف على التقليم ديال السي سعيد ينوس اللي هو حتى هو حضر معنا في هذا النهار اللي هو يوم الاربعاء 9 مارس 2022. شاهدوا هذه المنطقه هذه بارك الله واحد المنطقه الجو ديالها هائل والتربه ديالها تبارك الله. شاهدوا بارك الله وحنا فرحانين باللي الوجود ديالها في هذه الضيعه في هذا النهار كي كيديروا مراقبه. هذه واحد الضيعه ديال واحد الصديق ديالنا اللي كندير له التتبع عن بعد
وكنديروا واحد الخطرات الزيارات عنده كنشوف واخا كنعطيو واحد البعد كنديروا عاود مره مره كنجي نراقبها سير تيرا باش نعرف واشنو كاين. راه كاين فيه انواع، كاين فيه الخوخ وكاين فيه الشهديه. شاهدوا كيفاش كاي البراعيم ديال لافلور، ها انتم هادو جايين يتحلوا، ها الاخرين وها الاخرين جايين في الطريق وها الاخرين محلين، ولكن هادشي كله كيرجع للظروف المناخيه اللي مره كتبرد مره كتسخن. شاهدوا بارك الله، ودائما كنديروا هاد المراقبه كما قلتوا على هاد الحشره اللي قلت لكم انا ديال تريبس اللي هي كتكون في هاد المومو هذا. شاهدوا دابا حنا في هاد لوبيراسيون هادي، هكا لابد الواحد يراقب شويه، وبالخصوص هادشي ديال 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 الخوخ والشعديه اللي كتكون فيه حشره تريبس. هاك شد لي ادريس نكمل هذا. باش نكمل هذا الفيديو واخا عندك تسد هذه كتبان قرب شويه شوف واش كاين. لا ما تعطيش حتى شويه اتساع صافي هي هذيك. هانتوما كيما هضرنا حنا دابا فهمتوا جديد في هاد الضيعه هادي ديال الشاديه والخوخ اللي كيديروها تتبع عن بعد من مدينه حزرو، اللي جينا اليوم كيما قلنا لكم نهار الاربعاء 9 مارس 2022، وحنا متواجدين دابا ضواحي مدينه مكناس وبالخصوص بالضبط مجات، بعد ما جينا نديرو واحد المراقبه لهاد الحشره اللي كنسميوها حشره تريبس اللي هي كتكون في هاد المومون ديال لافلوريزون. ولكن حنا درنا لها بعدا تريتمون ديالها، غير بدينا كنديروا هاد المراقبه واش ما بانش، وكنديروا حتى المراقبه ديال هادشي ديال لي بيسون فيغ واش ما كاينينش، فانه هو في هاد المومون ديال لافلوريزون كيخص الواحد يرد البال شويه. ثم كنشوف كيفاش واش ما كايناش هذيك تريبس اللي كنسميوها هاد الحشره هادي اللي كانت في المومون ديال لافلوريزون كتكون حتى في فلاشي ديبيتال دي بينويزون. ولكن حنا بعد ما درنا لها تريتمون ديالها بعدا، ديجا حنا درنا لي تريتمون ديالنا من البور من المسائل كلها، وحنا دائما كنديروا التتبع على حسب المناخ وعلى حسب الجو. هذا هو اللي بغيت نقول لكم، كنحييكم من ضواحي مدينه عزرو مدينه مكناس بالضبط مجات. الى فرصه قادمه ان شاء الله.